اهلا بكم اصدقائي الاعزاء. معانا النهارده برنامج جميل من نماذج تحدي الاعاقه. صديقتنا الجميله مبدورة الزراعي تورينا النهارده ازاي هي بتقدر تتغلب على الاعاقه، ازاي قدرت تتخطاها، ازاي بتواجه كل صعب بكل شجاعه رغم عدم وجود زراعي. صديقتنا الجميله تعتمد على نفسها اعتماد كلي في لبس الملابس وتغيير لبسها، مش بس كده بكل شياكة بتواجه كل التحديات بإصرار. تعتمد على نفسها اعتماد كلي، تستخدم رجليها في كل حاجة، بتقوم بتسريع شعرها وتغيير ملابسها، تخرج للمجتمع بإرادة قوية. صديقتنا الجميلة شخصية اجتماعية محبوبة بقوة إرادتها وعزيمتها، تغلبت على إعاقتها وبتروح لسيارتها الخاصة زي ما احنا شايفين. بقوة إرادتها قدرت تلفت أنظار المجتمع كله ليه، بتقوم بارتداء حزام الأمان، تغسل ملابسها، تهتم بنظافة مسكنها. صديقتنا نموذج جميل، قوة إرادتها بتتحدى كل صعب. بجانب كل دوت، صديقتنا رغم الإعاقة اللي بتواجهها والتحديات اللي بتقابلها، قدرت بقوة إرادتها إن هي تكسب تعاطف الناس ورضاهم معنا. الإعاقة الحقية إعاقة فكر وليس الجسد، وأصدقائنا من ذوي الإرادة قادرين على مواجهة الصعوبات والتحديات، قادرين ولكن باختلاف. أتمنى ليها حياة سعيدة، حياة مليانة أمل وإصرار، وأتمنى إن أنتم متنسوش تدعمونا بالإعجاب والإشتراك. أتمنى ليكم عام جديد، عام سعيد، عام مليان بالبركة، عام خالي من الأوجاع والألام.